فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على الكلب بيع القرد والحمار ونحوهما فيكون مكسب ذلك خبيثا؟ يا أخي، الحمار يجوز بيعه، كانوا يتبايعون الحمير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يجوز بيع الحمار. وأما القرد فلا يجوز بيعه، هو من مثل الكلب بل هو أخس من الكلب. نعم.